صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 29 لسنه 2023 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للايرادات وذلك بناء على عرض وزير الماليه والاقتصاد الوطني وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يعين في الجهاز الوطني للايرادات كل من السيده نور حافظ ابراهيم بوعلي نائبا للرئيس التنفيذي للعمليات الضريبيه والامتثال السيده رغدان صالح قاسم عبد الرسول نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجيه